نفذت قوة عسكرية من الفرقة الخامسة للجيش العراقي حملة مداهمات وتفتيش في عدد من قرى حوض الوقف المخيسة وكصيبة وأبي قرمة التابعة لناحية أبي صيدة شمال شرق محافظة ديالى بهدف ملاحقة المطلوبين والبحث عن الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. تنفيذ عملية واسعة الهدف منها هو مصادرة الأسلحة المتوسطة والثقيلة ومطاردة فلول الإرهابيين المتواجدين في مناطق المخيسة وأبو قرمة ومنطقة أبو خنازير. بالأمس كانت لدينا عملية في قاطع قصيبة، تم اعتقال أحد المشتبه بهم. هذه العمليات تجري لغرض منع العدو من إعادة التنظيم وإعادة نشاطه وتشكيل مضافات جديدة، وما حدثت أي خروقات، بالعكس المواطن كان محترم من قبل الجيش ومن قبل قوات أمنية، واستدعوا كثير من الأهالي ومن السنة والشيعة من قبل الجيش وتحدثوا وياهم وتحدثوا المواطنين بصراحة. نعم أكو هناك دواعش في بساتين أبو قرمة والمخيسة. فالحملة الأمنية التي قد تستمر لأيام كانت موضع ترحيب من قبل أبناء تلك القرى وإظهار حسن النية بالتعاون مع قوات الجيش للخلاص من الخلايا النائمة التي عاثت بهم قتلا وتهجير ولا زالت. الإرهاب يعني هي عصابات، يعني العصابة ما تجي تفرض نفسها بزج نفسها بهيج قوه يعني كبيره. وهذه انا برايي العامل الاستخباري والتعاون، التعاون 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 الموجود بين القوى الامنيه وبين الاهالي هو هذا اهم شيء، هو هذا اكبر سلاح تستطيع الدوله به ان تقاتل الارهاب. والله احنا مستهدفين من الجماعات الارهابيه، ندافع عن انفسنا في اذا اقتضى الامر انه داهم يهجمون علينا، احنا هاي الرشاشات ندافع عن نفسنا من القوات المجاميع الارهابية. فهذه قرية المخيسة دخلناها على حذر برفقة القطاعات العسكرية، لا زالت تشهد مواجهات مسلحة واشتباكات مع بقايا من تنظيم داعش بين الحين والاخر، هجرها سكانها الا القليل. قوات الجيش التي تحسن فنون القتال تواجه صعوبة بالغة بالولوج بين بساتينها الملغمة بمختلف العبوات الناسفة. العدو الآن يلجأ إلى أسلوب جبان واحد، هو أسلوب استخدام العبوات الناسفة والانتحاريين فقط، لا توجد مقاومة. طبيعة المنطقة الجغرافية وكثافة البساتين هي العائق الوحيد، تغلبنا على هذا العائق. قطاعات اللواء ومعظم الفرقة لها خبرة بالقتال في المناطق الزراعية. ها قد بدأت القوات العسكرية بحملة جمع السلاح المتوسط والثقيل من قرى المخيسة وأبي قرمة ضمن سلسلة مداهمات وتفتيش قد تمتد لمناطق المحافظة الأخرى. من قرى المخيسة التابعة لناحية أبي صيدة في محافظة ديالى، أحمد الرسام، قناة الرشيد الفضائية.